زي ما في ناس بخيلة وبالشح تملون في ناس بأغلى حاجة لا يمكن يبخلون للفقراء ما بيهنوش وبيدوا وما يقولوش وبيساعدوا الغلابة من قبل ما يسألوا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انستي، اليسوس انستي، المسيح قام بالحقيقه قام. اهنئكم جميعا بعيد القيام المجيد، رجاء ان تكون افراح الخمسين المقدسه في حياتكم وعملكم وخدمتكم وكل ما تمتد اليها ايديكم. انا سعيد ان ارسل هذه الرساله الى بليس كندا، واقدر كل الذين يعملون ويخدمون ويساهمون ويتبرعون في هذا النشاط الجميل. وطبعا احنا عارفين ان التواصل الجميل اللي موجود ما بين كل اعضاء بليس كندا وبين الخدمة اللي موجودة في اسقفية الخدمات الاجتماعية والعامة والمسكونية هنا في القاهرة في مصر، تواصل جميل. واعلم تماما ان كل ما تقدمونه مهما كان صغيرا أم كبيرا هو يصب في صالح إخوتكم في مصر في مجالات متعددة، في مجالات لجنة البر وأنشطتها والمساهمة في زواج الفتيات، وأيضا في برنامج الحياة الأفضل الذي يعتني بالذين واجهوا مشكلة الإدمان بكل صورها من ناحية التشخيص ومن ناحية العلاج التأهيلي، وأيضا في خدمات تسديد الاحتياج من خلال برنامج أغابي. أنا أقدر تعبكم ومحبتكم ومشاركتكم، وسعيد أن أنا أرسل هذه الرسالة رسالة شكر لكل واحد فيكم ورسالة تقدير لكل الذين يهتمون بهذه الخدمة. بليس كندا ليها دور قوي قوي في الخدمة معانا في مصر وفي أسقفية الخدمات. النقطة الأولى اللي بتعملها بليس كندا، وده شيء هايل، توصيل تبرعاتكم للجهات اللي حضراتكم حابين توصلوا لها الخدمة من ملاجئ ومن خدمات اجتماعية في بلادكم. فده شيء رائع انك بتقدر انك توصل وبتقدر ان انت تتجاوب مع البلد اللي انت كنت فيها او الشعب اللي انت حابب ان انت تسنده. وأنا الحقيقة بشجعهم على هذا الدور، وبحاول إن الدور ده يتكرر في كذا مكان، لأن بيبقى مهم قوي إن وأنا برا أبقى عايز أسند القرى والأماكن اللي أنا أعرفها القريبة مني. بالنسبة لبرنامج أغابي أسقفية الخدمات، بنقوم بست حاجات رئيسية. أول حاجة زواج الفتيات والشباب الغير قادر لا يزيد عن 10 دقائق، بيكون المحتاج أخذ الفلوس اللي هي خاصة بالعرايس وغادر المكان في كرامة. بنجيب البحث هنا في أسقفية الخدمات، بيتم كل شيء فيه، بتحدد لنا ميعاد، بتيجي الأم، بتيجي البنت، بتيجي إخواتها، بيجي ياخدوا البركة بتاعتهم. فرحانين جدا، مبسوطين جدا إن ربنا إداهم بركة من أسقفية الخدمات. بنعمل هنا كل شهرين او 3 شهور 20 أوضة و40 مطبخ للخطراب. نعمل الشغل ده ويكون من اجود الخامات ومن اجود الدهانات، وفعلا الحاجة دي بتتعمل بنهتم بيها اهتمام كبير جدا جدا جدا. بس طبعا مع الزمن ازداد بقى العدد، يعني ممكن في المرة الواحدة في الاسبوع الواحد بيستقبلوا اكتر من 50 ابنة من بناتنا للإكليل بتاعها. في لجنة الإسكان ودي بتساعد الأرامل والعاطلين على شقق جديدة
في التشطيب، في صب سقف. نهتم بصفة خاصة كمان بترميم المنازل القديمة للأرامل والمسنات. بتبقى في بيوت تعبانة جدا، لا فيها محارة ولا فيها دورات مياه صالحة ولا فيها سقف ولا فيها أي شيء. بالنسبة للإسكان خدنا قصة تحسين المسكن وعملنا لها برنامج خاص في الأسقفية Housing Enhancement. وتحسين المسكن بنشتغله في 45 مجتمع لكل مرحلة، منهم 30 قرية و15 منطقة عشوائية. الأجهزة التعويضية، كل إصابات الحوادث بتحتاج لها أجهزة تعويضية، بتتعمل في القوات المسلحة، وقد تصل المساهمة إلى 140 ألف جنيه. العمليات الجراحية دي تشمل كل أنواع العمليات بصفة عامة، قلب مفتوح، زرع كلى، كبد، تغيير صمامات في القلب، تركيب قرنية في العين، كل دي بيتم المساعدة فيها وتسدد القيمة الخارجة من الأسقفية في المستشفيات. ومش كده وبس، ده بعد العملية كمان في متابعة بالأدوية، في متابعة إذا كان في غيارات، إذا كان في أي شيء آخر بيتم فيه من الأسقفية. من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي بتخدمها بليس كندا برنامج الحياة الأفضل لمكافحة الإدمان. إحنا حاليا بيعملوا سحب سموم وتأهيل للشباب، وبيجهزوا مركز لتأهيل البنات المدمنة، وبنجهز مركز مكان تاني لتأهيل الأطفال. هي كتر موضوع الأطفال سن 11 وسن 12 في العشوائيات، بسبب إن الطفل أهله عايزين فلوس وبيشغلوه ورا بتوع الحرف، سواء ميكانيكية أو بنا أو أي حرفة، فالولد مش فاهم، الولد بيضمن مش بإرادته للأسف الشديد، اللي بيشغلوه بيخلوه تحت سيطرتهم، وعلشان يضمنوا أن الولد يبقى تحت السيطرة بيضمن الولد. خروج هذا الشاب نقي جدا جدا، متفتح لمجتمعه، متفتح أنه يعيش صح سليم، بدل ما كان مدمن إدمان كامل وكان غير فعال في المجتمع بتاعه. والحقيقة بليس كندا بتمول وبتسند برنامج الحياة الأفضل بنسبة كبيرة جدا وعالية جدا. في عندنا أدوية للحالات المستعصية والمزمنة، ودي بنوصلها عن طريق الكنائس اللي هم تابعين ليها، عشان أدوية توصل أول كل شهر للبيوت. شارك بليس كندا في برنامج أغابي ككل، مساعدة الأرامل، شهريات للأرامل، مساعدات عاجلة للشهداء والمصابين، بتدخل برضو مساعدات حضراتكم في هذا المكتب. نشهر للأسقفية بأنها بتقوم بعمل كبير يمتد في مناطق مختلفة في الكرازة، ونرجو ربنا يبارك خدمة الأسقفية بصلوات وبتعضيد قداسة البابا توادرس. من البرامج المهمة اللي أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بتقوم بها هو برنامج التنمية، برنامج ضخم جدا في حوالي 350 خادم وخادمة. احنا بنخدم في 45 مجتمع في نفس الوقت، وبنقدم حزمة برامج في هذه المجتمعات. أسقفية الخدمات عندنا في الإبرشية كانت مثمرة للغاية، دخلت في كل القرى في الإبرشية واستطاعت أن تغير الفكر وتغير العقلية. برنامج خاص بالصحة وبرنامج خاص بالتعليم، والتعليم عندنا شقين، شق محو الأمية وشق تحسين التعليم للطلبة بتوع المدارس. عندنا البرنامج الاقتصادي، وده برنامج بيعمل حاجتين رئيسيتين، اللي هو برنامج للقروض متناهية الصغر.
انا خدت قرض اعمل به المشروع ده وربنا كرم بقى 6 شهور سددته على الدار ملي. وبرنامج اخر للتدريب المهني. وصلنا مياه شرب نقية لعدد حوالي 4823 منزل. أنا اسمي محمود، فساعدوني أنا في المي، فساعدوني بدورة المي، ساعدوني في شيك البلاء بدلهم كانت الأرض المل هترشح على عيالي مي وليل عميهم بلاء، بس ما معيش مقدرة بل نساعدوك بس غلبان الله يساعدك أي حاجة احنا تحت أمرك. عملنا إنشاء صرف صحي لحوالي 3700 منزل. وصلنا كهرباء ل 2587 منزل. بنينا 4545 سقف لمنازل كانت متهالكة. رممنا حوائط وأرضيات لعدد 5646 منزل. نفذنا مشروعات صغيرة لزيادة الدخل لعدد 7275 أسرة. خدت قرض من الأسقفية وعملت محل بقالي وكرمني ربنا وإن شاء الله يكرمنا أكثر من كده. بعد ما خلصت دبلوم صنايع خفيت الخدمات ساعدتني الاقي شغل في مصنع المكرونه بالمنطقه الصناعيه بالكوثر. كان معنا قرشين واسقفيه الخدمات كملت لنا واشترينا العجل ده صغير واحنا حاليا بنسمنه اول ما بيكبر بنبيعه بنستفيد بالمبلغ اللي بيزيد وبنشتري واحد صغير. انا صباح فوزي حسن وجوزي اسمه السيد جاد الكريم. ساعدتنا الجمعيه في كل حاجه واحنا قبل ما تساعد المسيحيين ساعدت المسلمين. وما فيش تفرقة بين المسلم وبين المسيحي وعملت لنا كل خدماتنا جابت لنا كنب وعملت الحيطة بين عدلت بين الطيور وبين البني آدمين. أخذنا قرض من الإسقفية بدون فايدة والحمد لله المشروع كبر ونجح وتوسع والحمد لله تجارة في الأعلاف والغلال والردة وجميع المحاصيل الزراعية سددنا القرض وربنا أكرمنا والمشروع نجح. بخصوص خدمة أسقفية الخدمات معانا كمثال في أسقفية أو إبرشية بنها وإسنا وجدنا حقيقة كل التعاون وكل محبة من أسقفية الخدمات. حضانات جديدة وتطوير حضانات وإعداد الخدمات والأسقفية الحقيقة بتقوم بعمل الخدمة التنمية الشاملة وبتشمل مرافق كثيرة زي مثلا المرافق البنية التحتية. ساهمت في إنشاء البنية التحتية لقرية نجع القصرية عن طريق إنشاء وصلات مية حلوة من المنبع الرئيسي للقرية. في بعض القرى تعمل فيها طرق وتعمل فيها صرف صحي في دخل مية كهرباء مع إنارة للشوارع وأيضا للبيوت المظلمة. في ناس كتيرة قوي ما كانتش تعرف الكهرباء على إيديهم استطاعت أن الكهرباء تدخل لكل بيت. حملة نظافة لكل البلد مع تشجير للشوارع مع حملات لجمع القمامة برامج التوعية الصحية والتوعية الشاملة والتوعية في التنمية اللي غيرت الفكر العام. وتغيير الفكر وتغيير العقل ده أهم. ممكن تغير لي فكري أفضل من أنت تديني أكل لأني لما يتغير فكري أنا هقدر أساعد نفسي وقدر اشتغل. تشجيع الأطفال ان هم يدخلوا المدرسة ودي كانت نقطة مهمة جدا. استطعنا فعلا ان احنا ندخل كل بيت. الستات بدأوا يتعلموا والرجالة بدأوا يتعلموا المتسربين من التعليم. شعرنا فعلا ان في تغيير في طريقة الأكل في طريقة الشرب في طريقة التعامل في النظافة
ده كله بيرجع لتعب اسقفية الخدمات معانا في هذه القرى. اول من خدم اخواتنا الزبالين هو اسقفية الخدمات. اهتمت ايضا اسقفية الخدمات بخدمة المناطق العشوائية والاحياء الشعبية، المناطق المحرومة من الكنائس. طبعا في خدمة روحية بتقودها مجموعة من الشبان اللي في القرية مع كهنة القرى بمتابعة ومساندة اسقفية الخدمات. ساعدونا في انشاء مستشفى باسم الراعي الصالح، فعملوا مشروع زي مطحنة ومدشة، مش بس بتخدم القرية لكن بتخدم كل القرى اللي حواليها، وفي نفس الوقت تبقى مصدر ممكن تساعد اهل القرية في نواحي مختلفة تانية في الخير. ساعدونا في اتوبيس لخدمة القرية، خدمة المناطق العشوائية. النور كان بيقطع هنا دايما مستمر في الحاويش، فالجمعية القبطية للرعاية الاجتماعية بالحاويش اللي أنشأتها أسقفية الخدمات قدمت بطلبات للحكومة، بعتت لنا المحول اللي ساعد على تقوية التيار بصورة أفضل بكتير من الأول. برضو من اليوم الأول اللي دخلنا أي مجتمع بنبتدي نعمل برنامج اسمه التمكين والاستمرارية، وده برنامج أساسا بيهدف على الحفاظ على مكتسبات هذا المجتمع، نقدر نحافظ فيه على قوة الدفع اللي خلقت في هذا المجتمع بعد انتهاء تدخلات الأسقفية بتعملها. التدريب بياخد أشكال متعددة، ممكن يبقى في شكل دبلومة تغطي الأربع إعاقات الذهنية والحركية والبصرية والسمعية، تمتد الدراسة 6 شهور، أو تاخد دورات تدريبية متخصصة، ودي بتاخد تقنيات مجال الإعاقة بمستوياته، أو قوافل، والتدريب ده بيبقى في البلاد في كل ربوع مصر. ما يقرب من 2500 أسرة وجدت تدعيم وتمكين من الأسقفية لغاية النهاردة. خدمة حبة الخردل وهو تأسيس مراكز تخدم المعاقين في 35 كنيسة، تمتد من كومومبو إلى القاهرة، عندنا كمان مركز في السودان بالشراكة مع هيئة دوركس. المراكز بتقدم الدعم الصحي والفني وبرامج للأطفال متخصصة، وسائل تعليمية حديثة، تخاطب، تأهيل مهني حسب احتياج السوق وقدرات الأطفال، بنقدم علاج طبيعي، بنخدم ما يقرب من 700 طفل معاق ذهنياً و50 طفل لديهم إعاقات مختلفة سواء كف بصري أو صم بكم. بشكركم كلكم، بطلب من ربنا أن هو يبارك حياتكم ويعوضكم، وأنا متأكد أن كل واحد بيساهم وبيشارك بيشوف النتيجة من قبل ما الحاجة بتاعته توصل، لأن السيد المسيح اعتبر نفسه هو المحتاج، واعتبر نفسه مكان كل إنسان بيحتاج، فالتعامل في الخدمة دي مع المسيح نفسه والبركة بتكون من السيد المسيح نفسه. الحقيقة أشكر ربنا إن الخدمة في نمو دائم بفضل صلواتكم وتعديدكم، ويا رب يوم عن يوم تزيد الخدمة، ويوم عن يوم ربنا يبارك، وبنقدر نلاقي كل حصيد كل تعبكم والبركات دي بتشوفوها في الأرض وفي السماء. ربنا يحفظكم ويحفظ حياتكم، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. هذه الخدمة وإن كانت في صورتها المنظورة أنها مادية، ولكن في الصورة الحقيقية هي خدمة روحية
وخدمة محبة تقدم للذين لا نعرفهم، فكثير من الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم أنتم تذكرونهم في خدمتكم وفي محبتكم. خالص شكري وتهنئتي وتقديري لهذه المحبة، عالما أن الله يقود خطواتنا ويهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا. كل سنة وأنتم طيبين، والمسيح قام، بالحقيقة قد قام.